بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء نسأل الله العزيز أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي غزة، ونسأل الله أن يداوي جرحاهم ويشفي مرضاهم، ونسأل الله الواحد الأحد أن يحرر المسجد الأقصى. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ستكون تجربة قيادة الهوندا XADV 750، هذا عام 2023. ونشكر الأخ سيموسيكل يعطينا هذه الدراجة باش نجربوها، لذلك هذا إشهار لمحل سيموسيكل. سيموسيكل هو محل يقع في بئر مراد رئيس في الجزائر العاصمة، مختص في بيع الدراجات النارية الجديدة والمستعملة، وبيع أكسسوارات الدراجات النارية، وبيع الألبسة الوقائية للدراج. وأيضا تستطيعون أن تقتنيوا أي دراجة تريدونها من عند محل سيموسيك. ما عليكم إلا الاتصال بالأرقام التي ستظهر أمامكم، تتصلوا بالأخ واسيم ولا الأخ بيلال. وإذا أردتم اقتناء أي دراجة، نعطيكم مثال أبريليا RSV 4 ما كاش هنا في الجزائر، تصلوا بالأخ سيمو يقول لكم شحال يجيبها لكم حتى هنا للجزائر بإذن الله. أعيد مرة أخرى الشكر موصول للأخ سيمو اللي عطانا هذه الدراجة اليوم باش نجربوها. الهوندا XADV 750 سبق لي وأن تحدثت عليها في فيديو في محل سيمو سيكل، لذلك أنا نقول لكم روحوا تشوفوا هذيك الفيديو قبل كي تحبوا تعرفوا المعطيات التقنية، ونخليها لكم هنا في الآيكارد فوق إن شاء الله تنقروا عليها وتروحوا تشوفوها بإذن الله. ولكن قبل هذا كالعادة دورة حول الدراجة هذه أو 360 درجة بإذن الله. الهوندا XADV 750 هذه فيها بعض الأوبشن شي بزاف، بينهم زوجات بويغ راكم تشاهدوا هنا، وهنا الحامي اللي يحمي الرادياتير وسكيت بلايت من تحت، ندير لكم 360 درجة عليها بإذن الله. يعني هي تقدروا تقولوا سكوتر هاجين بين دراجة وسكوتر، لأنه فيها جنزير بطبيعة الحال من تحت هاي، وفيها علبة سرعات أوتوماتيكية ديوال كلاتش أو الدبل كلاتش تاع هوندا. من وراء انا كنت نمشي بزاف مورا هكذا السكوتر هذايا، من وراء يشبه الدراجة النارية كي تشوفوها هكذا. فيه اكزوست ستوندر، ونطلقوا في تجربة قيادة هذا السكوتر بسم الله. كالعادة بإذن الله ننطلق من هذا المكان، نوريكم المفتاح أو المفتاح مفتاح الدراجة اللي راكم تشوفوا فيه. ما تحتاجوش تشغيل يكون بدون مفتاح، حطها في الجيب بإذن الله، أغلقوا الجيب ونتوكل على الله بسم الله. أنا ينطلعوه شغل أدفونتور بايك بسم الله، شغلوه تشغيل يكون هكذا، ضغط على هذا الزر بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت نبدأ لكم بالأمر لي انا ازعجني قليلا، هذا امر خاص بي بطبيعة الحال. كتشوفوا انا ستوندار هادو المود يتغيروا منه، من هاد الكومودو مود رين جرافل يوزر، انا نخليه ديما في سبور، انا ما نحطوش في المود ستوندار لانني يعني قلقني يجوز بزاف القير بسرعة، لذلك هذا الامر انا ما عجبنيش فحبيت نحي هذا الامر من الاول. والامر اللي قلت لكم انا قلقني شوية فيه يعني ازعجني، كتشوفوا راه في سبور دوك نطفوه طفاه بسم الله، هادو شعله شوفوا واش عاودي يولي المود، يعاودي يولي المود ستوندار. هذا انا قلقني شويه هذا الامر ازعجاني، ويعني امر خفيف ولكن يزعج من ذاك لذاك. هذا كان في الكي تي ام في سنوات 2015 وكذا كان فيهم هذا الامر المفيد. نعاودو نرجعوه مود، نعاودو نرجعوه سبورت راكم تشوفوا عندكم باور فول انجين بريك فول، ايضا عندكم مود دي تقدروا تبدلوا ايضا هنا مانيوال، عندكم الاي بي اس، عندكم تراكشن كنترول. نتوكل على الله بسم الله، يكون في النيترال نضغطوا منها دي ونتوكل على الله حتى واحد بسم الله الرحمن الرحيم. وانا راح استعمله كانه اي مستعمل راح يستعمله، راح نستعمل هذه سكوتر اليوم في النزول هنا، رغم كان الحرارة نسخنوا شوية الإطارات كالعادة. سبحان الله الخالق، سبحان من خلق الكون، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كان أمر آخر راح نتحدث لكم عليه ازعجني نوعا ما، من عادتي أنني نكبح أصبع واحد، يحتاج لضغطة مليحة باش
شي توقف، وأكثر من مرة يفاجئني في منعرجات، لذلك الإنسان يأخذ باله في هذا الأمر. اللهم بارك. المحرك نتحدث عليه من بعد إن شاء الله، وضعية القيادة اللهم بارك. سبحان الله، لما خذيت السكوتر ديته من عند خونا وسيم أو سيموسيك، كنت نحوس على الكلاتش كنت نحوس على الكلاتش وقل وراء الكلاتش، سبحان الله، لأني والف دراجات نارية. وضعية سكوتر هذا مريحة نوعا ما، عندكم مقود طويل، قولوا عارض ما قولوش طويل، والقاعدة تاعك تكون تقريبا مستقيمة. الكرسي يميل الى القساوة، الكرسي قاسي نوعا ما، مشيت بها واحد 30 كيلومتر حسيت شوية قساوة. عندكم العدات تي اف تي 5 انش واضح اللهم بارك، تقدروا تشوفوا جميع المعطيات، من بينها كمية الوقود في الخزان، وتقدروا عادة تغيروا لي مود وانتم ما تمشيوا، شي لازم تحبس. ها نحب نغير ستوندار، نحي غير يدي على المقبض، ندير رين نحي يدي على المقبض، دير جرافل يعني نحي يدي ما ينبدل لي يشوف يوزر، عاود نطلق برك فقط، ماشي لازم نطلق، دير هكذا فقط نرجع المقبض يمشي. ومن اراد ان يعطيني الدراجة تاعه ولا السيارة تاعه باش نجربها هنا في قناتي، ما عليه الا الاتصال بيه على الانستغرام ان شاء الله ولا فيسبوك ان شاء الله، راح تظهر امامكم فيسبوك انستغرام تاعي باذن الله. وامر اخر فيما يخص المكابح، المكابح الخلفية ضعيفة نوعا ما حقيقة. الدراجة هذه يعني انا اقول دراجة ولكنها سكوتر، تقدروا تقولوا دراجة وسكوتر في نفس الوقت. هذه الدراجة معتاد عليها، لماذا؟ لاني كانت عندي هوندا انسي 750 اكس، اللي ما شوفش الفيديو نخليها لكم ايضا فوق في الايكاب يروح يشوفها، يعني معتاد عليها، فيها نفس تقريبا المعطيات، ولكن وضعية قيادة، وضعية قيادة الاخرى افضل لانها وضعية تشبه دراجة، يعني دراجة نارية وفيها محرك الاكس اي دي في والشاسي تاع الاكس اي دي في نفس الشيء. الاطارات ما عطتنيش ثقة كبيرة في القيادة، رغم انه هذا سكوتر يقول لك يديروا به اوف رود وكذا، ولكن تقدر دير هكذا مثل هذا الطارق هذايا، طارق نسيو ندخل لداخل بسم الله. نبداو من هنا باش نطلعوا، اللهم بارك. طريق هكذا خفيف تقدروا ديروا، ولكن حنا نعود ندورو ولا الاخوة سيمي زعف اللهم بارك. ننطلقوا هنايا منا، ننطلقوا باذن الله. عندكم نظام الامان، والامان من الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، انظمة الامان بينها تراكشن كنترول، عندكم الاي بي اس ايضا اللهم بارك، كافية توكل على الله ما كان حتى واحد مرانا بسم الله. محرك اللهم بارك. المانيوال جربته، يعني المانيوال ايضا ازعجني في امر اللي هو شوفه، لو كان عاود نبدل المانيوال او مانيوال، شوفوا هنا عندكم هادوما البادل شيفتر او تريجر هنايا، لازم حتى تجيب صبعك هنا يعني تطلق المقود باش تقدر تجوز. انا هكذا طلقوني شوية، نعاود نحبط غير ها، يعني امر هذا ازعجني نوعا ما، ما نعرفش نسوق انا بهذه الطريقة. وامر اخر اللي هو خزان الوقود، انا موقف دراجة نارية خزان الوقود، لذلك يعني امر غريب نوعا ما في البداية، ولكن الحمد لله تعودت عليه. نعاود نرجعها درايف افضل هكذا، لانه الناس كامل راح تسوق بها هكذا درايف بسم الله. منعرج حاد، المحرك اللهم بارك يدفع اللهم بارك. هاي المنطقة اللي نحبها هنا، هذه هي اجمل منطقة عندي هناك في كامل هذه المنطقة اللي نجوزوا، هاي دائما يا اخي نحبس هنا بلا عقل ونجوزكم بلا عقل هنا، استمتعوا اللهم بارك. سبحان الله الخالق، سبحان من خلق وابدع، الله الواحد الاحد. اللهم بارك. توكل على الله،
رغم المحرك من القوة ما يكفي. وبما أن عندكم خاصية الجنزير والدبل كلاتش، تغيير السرعة يكون بسرعة، اللهم بارك، أفضل من علبة سرعات سي في تي. هنا الغابة، هنا نقصوا شوية النسق، نسكت شوية نخليكم تتمتعوا. الشاصي اللهم بارك، كأنك تقود في دراجة نارية. عندي غير هذاك المشكل تاع خزان الوقود، شوية ازعجاني. اللهم بارك. ايضا المكادح مازال لي ما ولفتش نكبح باصبوعي. ولكن تستمتع تستمتع، يدفع للامام. ها مكبحت ملاح هنا يا سبحان الله. الاطارات ما يعطونيش ثقة كبيرة، لذلك ما نزلش نتهور في المنهرجات هنايا، ما عنديش فيلينغ جيد بهم هذو الاطارات. لكن اللهم بارك اللهم بارك. تغيير الاتجاهات لا بأس به، ماشي كيما الدراجة بصح، لكن لا بأس به. ولو كان قارناه مثلا مع تي ماكس ولا، انا افضل المحرك هذا على تي ماكس، محرك الاكس ار دي في على تي ماكس. الحماية من الريح عندكم هنا هادية، الزجاج الامامي كي طلعوا على باص، بصح كي يكون هكذا حابط في الطريق سريع يعني تحسوا الخوذة تاعكم تزغد. وايضا هنا الحماية في الرجلين، حماية ناقصة شوية في الرجلين، حماية من ريح في الرجلين ناقصة. من ناحية استهلاك الوقود، هنا راني نشوف في العداد راني 4.7 لتر لكل 100 كيلومتر. استعمال مختلط بين مدينة وبين طريق سريع وبين طرقات هذه الجبلية. ما تنساوش بلي رانا في العلو هنايا، رانا تقريبا 1300 متر ولا 1250 أعلم. اللهم بارك. خلاصة القولة بالنسبة لي أنا، هذا رأيي شخصية، رأيي شخصية. أنا كان قولوا لي سالم نعطوك سكوتر ولا تشري سكوتر من نفس أيضا، أنا ما نقدرش نشري سكوتر حتى يكون هكذا ماكسي سكوتر. ما صعب أني أتأقلم مع سكوتر، نعود نتأقلم مع سكوتر يعني ورف دراجة نارية اللهم بارك، هذا من فضل ربي. مش تقولوا لي نتأقلم معهم، صعب شوية التأقلم مع سكوتر حتى يكون ماكسي سكوتر. لذلك انا افضل الدراجات الدارية، حتى وانا يعني كانت وسيلة عملي الانسي 750 اكس، كانت وسيلة عملي لمدة من الزمن، فضلت اني اخذ دراجة على سكوتر. يعني هذا اختيار شخصي، ولكن على العموم سكوتر هذا اللهم بارك. الناس اللي راح تقتنيه راح تتمتع به اللهم بارك. يعني يقدر يكون مدخل الدراجات النارية من ناحية القوة تقريبا 59 حصان، 58.6 حصان يعني المحرك اللهم بارك. وعندكم هذه التقنية تاع الدبل كلاتش، عندكم فقط ما تنساوش تزيتوا الجنزير، عندكم مدة من مدة زمنية ومدة كيلومتراج باش تزيتوا الجنزير حتى في الصعود اللهم بارك. بارك جل هنا بإذن الله، ومع هذه المناظر ومع سكوتر هذا اللهم بارك. نخلي لكم أرقام تاع وسيم
أو سيموسيك تتصلوا بهم إذا أردتوا أي حاجة. ونشكروا كثيرا ونشكركم أيضا راكم تشاهدوا فينا، ما تنسوش لايك وسبسكرايب، وما تنسوش تدعمونا في إنستغرام أيضا سليم جادي 7. خليكم مع هذه المناظر وخليكم مع سكوتر هدايا سيموسيك. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.